بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الحضور الكريم، أيها الشباب، شباب منطقة درعا تافيلالت، إلى حيدوا لكم البحر، حنا راح حيدوا لنا طرف ديال الجبل بشحال هادي ورزازات. ولكن كلنا مغرب واحد، كلنا تنخدموا في سبيل الوطن وفي سبيل المغاربة. فإذا كان الشباب هو الأساس، فتجمع الوطني الأحرار في الدينامية الجديدة وبرئاسة السيد الرئيس فقد برهن أن الشباب هو الأساس، لأن البلد أي بلد ما يمكنش تنمى وما يمكنش تقدم وما يمكنش تزيد لقدام إذا ما كانش عندنا شباب متكون، شباب متحضر، شباب متعلم، شباب متخلق، شباب تعرف حق الواجبات وحق المسؤولية، شباب اللي تيساهم في التنمية، والتنمية راه هي اللي تتقدم البلاد. وفي هذا الصدد، وباش نبرهن لكم بأنه الشباب هو الأساس، راه مسار الثقة راه مديور للشباب. ملي تيجي بالأولويات ديال التعليم وديال التشغيل وديال الصحة، راه هي أولويات ديال الشباب ديال اليوم. قراو مسار ديال الثقة بجدية، نطلب منكم تقراو، لأنه هو المرجعية ديالتنا ديال اليوم ديال الحزب، هي الأرضية ديال النقاش ديالنا اليوم. إلا تنمشيو الانتخابات 2021 وما غاديينش بهذه المرجعية، راه ما غادي ننجحوش. بالفعل نناقشوه، نزيدوا فيه، نتداولوا فيه، ولكن المرجعية عندنا اليوم. من قبل ما كانش عندنا هذه المرجعية، كنا تنتذكروا تنتداولوا اليوم كيف قال السيد النائب في الكلمة ديالو، كاين مشاكل لا في التعليم ولا في الصحة، ولكن إلا قريتوا مسار الثقة غادي تلقاو أشنا هي الأجوبة وشنا هي الحلول وشنا هي الاقتراحات لتيجي بتجمع الوطني الأحرار. وتنتمنى منكم باش تناقشوها، وتكون هذه الاقتراحات ماشي غير نازلة من واحد الرنايات تداولت في الجولات الجوية، ولكن خص كل تجمعي وكل شاب تجمعي يعرفها ويتبناها ويشرحها للشباب، لأنه التأطير السياسي هو تأطير الساكنة كاملة، ماشي التأطير بيناتنا. حنا تنأطركم وانتم جالسين تأطروا الشباب اللي معاكم في الحومه، واللي معاكم في المدينه، واللي معاكم في الاقليم، واللي معاكم، باش نفسروا اشنا هو التوجه ديال مسار الثقه وديال النموذج التنموي الجديد اللي هو مبني على الشباب وعلى تنميه، راه غادي تلقاوها، تنميه الاقاليم الناميه وديال المغرب هنا العميق، راه غادي تلقاوها وغادي تشوفوها وغادي تروها، لانه ملي تنتطرقوا للتشغيل، وتنطلب منكم باش تشوفوا هذاك الطريق ديال التشغيل، التشغيل راه فيه ماشي هي الوظيفه، كاين الوظيفه، كاين التشغيل في القطاع الخاص، وكاين المبادره، راه المبادره ديال الشباب وديال الاشخاص هي اللي غادي تعطينا التحفيز في التشغيل. وتنطلب منكم تنطلب من الشباب باش يزيد يتمعن في هذا المسار ديال الثقه، وياخذ زمام الامور بيديه، لانه الا ما خداش الشباب زمام الامور بيديه راه ما غادي يمشيش، راه ما يتسناش منا. حنا نأطركم، حنا نعطيكم الاليات، ولكن خصكم تاخذوا بزمام الامور، خصكم تاخذوا المكانه ديالكم، المكانه ديالكم ما غادي يعطي لكم حتى شي واحد، خصكم تاخذوها بالعمل وبالجد وبالمصابره وبلا بيرسيفيرونس كي تيقولوا الفرنسيين، لانه كاين مشاكل، كاين شكون اللي ما دازش من المشاكل؟ راه المقاولين باش تنجحوا الا ما دازوش من المشاكل راه ما ينجحش، راه كاين صعوبات، كاين الا كنت تنقرا واش الا جاتني شي ماده صعيبه نتركها؟ لا، عادي خصني نجتهد فيها، عادي خصني نكون فيها ندير فيها
الجهد المكتف. فلهذا تنطلب منكم أيها الشباب، لأنه أنا اليوم وتندير الجولات مع بعض الجولات مع الشبيبة ديالنا لتنحيه وتنحيي السيد الرئيس وتنحيي جميع أعضاء الفيدرالية، لأنهم واخدين زمام الأمور بجد. أنا ملي تندور في هذه الجولات تنشوف هذا الشباب مرتاح للتجمع الوطني للأحرار، مرتاح، لأنه إلا ما عندناش هاد الكفاءات وما صقلناش هاد الكفاءات وما هاد الكفاءات ما زادش للقدام، غادي نكونوا ما نجحناش، غادي نكونوا ما اديناش الواجب ديالنا حنا في لا كمسؤولين جهويين او اقليميين او في القيادات. اذا حنا راه مواكبينكم ومعاكم، ولكن انتم مديورين لكم ماشي مديورين لنا، حنا مديورين لكم. وتنعاود ناكد عليكم باش هاد مسار الثقه تقراوه وتناقشوه وتداولوه، وتنطلب من راه غادي يكونوا بعد الورشات مع الشباب ومع المسؤولين الاقليميين والجهويين باش نتداولوا بعضياتنا ونتناقشوا هذا مسار الثقه ونعرفوا المضمون اللي فيه باش نتبناوه ونكونوا حنا مسلحين به باش ننجحوا وباش نمشيو لقدام. والسلام عليكم ورحمه الله.